تنفيذا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية وفي إطار توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه التي صدرت خلال شهر رمضان المبارك بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها. أكد وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن استئناف الوزارة توزيع أكثر من 2800 وحدة سكنية من وحدات مشروع مدينة سلمان الجاهزة بالجزيرتين 13 و14. وتابع وزير الإسكان أن الوزارة ستستمر في عملية توزيع وحدات مدينة سلمان على دفعات متتالية حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، لتكتمل بذلك من توزيع أكثر من 3000 وحدة سكنية جاهزة بمشروع مدينة سلمان خلال خطة توزيع 5000 وحدة سكنية التي أمر بتوزيعها سمو ولي العهد. وأكد أن مشروع مدينة سلمان يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن خطة بناء 25000 وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، وهو الالتزام المنبثق عن الأمر الملكي السامي ببناء 40000 وحدة سكنية، موضحا بأنه في إطار برنامج عمل الحكومة ستقوم الوزارة بتكثيف العمل في باقي مراحل المشروع لزيادة الإنتاجية الخاصة بعدد الوحدات وأعمال البنية التحتية، وذلك وفقا للميزات المرصودة لذلك، حتى تتمكن الوزارة لاحقا من زيادة أعداد المستفيدين في مدينة سلمان.